ما يتعرض له الشعب الفلسطيني في غزة من تدمير وإبادة. فأعلن تضامننا وتوعية للشعب اليمني بشكل كامل بأن هناك قضية عربية كاملة موحدة تهم الشعب اليمني والعربي بشكل كامل. فتم إضافة الشعار، وكما تعلمون أن المنتجنا منتشر في جميع المحافظات، هذا أسهم أنه في عملية نشر الوعي والتأكيد على أهمية القضية الفلسطينية ودعم القضية الفلسطينية بشكل كبير. إضافة العلم على المنتج طبعا يوصل رسالة حتى للعملاء في كل مكان، في خاصة بما له مياه شملان من انتشار واسع في جميع أرجاء الجمهورية. هذا يوصل رسالة لجميع المستهلكين لأهمية القضية الفلسطينية وما يمكن أقل ما يمكن تقديمه تجاه هذه القضية. الآن الأقصى حية في قلوب اليمنيين بشكل كمان، في جميع في شوارعهم، في قلوبهم، في محلاتهم، في تجارتهم، في مقاطعتهم. فهذا شيء احنا يعني نفتخر فيه ونتعز فيه جدا يعني، والعكس هذه خطوة رائعة جدا، ونحث الكل انه يستمروا عليها. لو بإمكاننا لو نغير حتى اسماءنا طوفان الأقصى وأولادنا طوفان الأقصى بنعملها. تلاحم الشعب اليمني مع القضية الفلسطينية ومع الشعب الفلسطيني، ويدل على الحب الكبير من الشعب اليمني. فقد قام الجيش بواجبه والحكومة قامت بواجبها، والشعب بادر ووضع هذه الملصقات وهذه الجوالات، وهذا تعبيرا عن حبه لفلسطين. الشعارات والأعلام واللصق عرض المنتجات والأعلام عرض صدور الأطفال ووجوههم، هذه أقل الأقليل ما نعملها أمام الشعب. يعني لن يتكلم شعوب العالم متخيل أمام مجازر فظيعة، أمام إبادة جماعية، أطفال، نساء، يعني إبادة في كل ما تحملها الكلمة. يعني يعجز الإنسان يتكلم على هذه.